غريبة. هي لا غريبة هلأ صارت أغرب، ما فهمتها، لأنه أنا 9 سنين غيبة، تعرف البعد جفا، يعني غبت كتير وكنت خايف أرجع ويكون الشعب المصري نساني. غبت كتير، في جيل طلع جديد كنت غني له، بتجوز صار عندهم أولاد، وفي جيل جديد طلع ما بيعرفني، كنت خايف كتير أرجع. بس الحمد لله يعني من وقت ما جيت هلأ من يومين لهلأ يعني عن جد اتضح أنه شعب وفي، فعلا شعب وفي. يعني كنت عم بقول لأصحابي اليوم، مرتي كنت عم بحكيها على التليفون، قلت لها كيف فليت من مصر؟ نفس الشيء، ما كأنه فنيت. قلت لي كيف يعني؟ قلت لها سبحان الله، يبدو أنه اللي بيكون حقيقي بشغله وبيترك بصمة الناس ما بتنسي. أنا لما هجرت على كندا مع الأولاد بال2006 قطع وقت كتير، وكل سنة أقول يلا سنة الجاي، وبنفس الوقت صار في مخاض بالعالم العربي، كان الثورة عندكم، يعني هولي ما ساعدوا. أنا بالنسبة إلي كوني بكتب وبلحن ما ساعدوا، ما كان في جو، حسيت حالي إنه البلدان العربية هلأ في أولويات تانية أو شيء. بعد فترة لا رجعت تذكرت إنه لا، أنا سلاحي هو الفن تبعي، بالعكس لازم يكون بالميدان أو بالشارع عم حارب بهذا السلاح اللي أنا عندي، الكلام والألحان، واللي هو سلاح خطير جداً الأغاني. من 4 سنين يعني لنقول قررت إنه خلص لازم أرجع. بس مثل ما قلت كان في هواجس كتير كبيرة، هل رح أعرف أرجع؟ هل رح الناس يرجع يحبوا أغنية؟ صار في كتير فنانين، هل رح بيّن؟ هل رح كيف بدي أرجع؟ كتير صار في تفكير وهواجس. رجعت قلت خليني أرجع للأساس مثل ما بلشت عربي من أنا، خليني أرجع أنا وقلمي ورقتي وأكتب الغنية ولحنها وببساطة، فوت على استوديو حتى وما فكر بشي نهائيا، لا إمتى رح ينزل الألبوم ولا الماركتينج تبع الألبوم ولا إذا هلأ لازم ينزل مش هلأ لازم ينزل. خليني هيك ببساطة مثل ما بلشت بعربيون أنا، وهيدا اللي عملته. اشتغلت 3 سنين، طبعا 3 سنين كتير يمكن لألبوم، بس لأنه كان فيها الهواجس كنت عتلينهم وكتبت كتير أغاني وما حطيتهم بالألبوم، ما حسيت بيشبهوني أو ما حسيت أنه لازم يكونوا بالألبوم.